بسم الله الرحمن الرحيم. حاضر الماضية، وصلنا عند الأوتوماتا وبلشنا نحكي عن الأوتوماتا. تمام، قلنا الأوتوماتا هي عبارة عن إيش يا شباب؟ هي عبارة عن زي الابستراكت ماشين. Exactly، هي عبارة عن Extract Machine مكونة إيش أجزائها؟ من الـ Input والـ Output والـ Control Unit والـ Storage. Input و Output، Control Unit، وهدف من الـ Input File. الصوت قطع دكتور، ممكن تعيد؟ إيش الهدف من الـ Input File؟ الصوت واضح؟ اللي هي الاكسبتر للاجزاء اللانجوج، او يعني بتشتغل شغل الاكسبتر، لانه لما ادخل الحروف اللانجوج نفسها او الكلمات. هلا الاوتوماتا نفسها هي اكسبتر، الاوتوماتا نفسها بتشتغل كاكسبتر، تعمل اكسبت لسترينج او ريجكت لسترينج. يعني عادة الأوتوماتا أنا بعملها للغة معينة، تمام، وبتمثل كأكسبتر. هاي الأوتوماتا نفسها أكسبتر. كيف يعني أكسبتر؟ يعني أنا بعرض عليها سترينج معين، هي بتحكي لي هذا السترينج ينتمي لهذه اللغة أو لا ينتمي لهذه اللغة. لأنه لما أنا أبني الأوتوماتا ببنيها للغة معينة. طيب الانبوت فايل إيش بحط فيه؟ السترينج، بحط فيه السترينج او الكلمه اللي انا بدي ابحثها، بدي اشوفها اكسبتد ولا ريجكتد. طب ليش هيك شكله مكون خلايا؟ وايش لهدول الخلايا؟ يعني كل خليه ايش بحط فيها؟ تفصلهم حرف من حروف السترينج. يعني انا عندي سترينج معين بدي ابحثه، السترينج مكون من سلسله من الاحرف، كل حرف بحطه في خليه من خلايا الانبوت فايل. تمام. هلا الكنترول يونت ايش بتسوي؟ بتصير تتحرك من ستيت لستيت، مكونه بتكون مجموعه من الستيت اعتمادا على احرف الانبوت. يعني احرف الانبوت هي اللي بتحرك الكنترول يونت. بكون انا معرف ستيتس ومعرف ترانزيشنز، اتحرك من ستيت لستيت عبر ترانزيشن. تمام. كيف ببنيهم الستيت والترانزيشنز؟ ببنيهم اعتمادا على اللغه اللي هاي الأوتوماتا بتمثلها. هلأ الانبوت فايل اعتمادا على الأحرف اللي أنا عم بقرأها من الانبوت فايل بتحرك بالكنترول يونت. بس أخلص قراءة الأحرف كلها، بشوف الستيت اللي أنا واقف عليها. هل الستيت اللي أنا واقف عليها بسموها فاينل أو بسموها accepting state؟ إذا يس بطلع output accept. إذا الستيت اللي واقف عليها بعد ما قرأت الانبوت فايل كامل مش accepting state، بطلع reject. طب شو الستورج؟ هلا مو كل الاوتوماتا فيها ستورج. قلنا الفاينايت اوتوماتا لا تحتوي على ستورج. البوش داون اوتوماتا والتورينج ماشين فيهم ستورج. هلا الستورج الهدف منه اخزن فيه معلومات معينه عن السترينج عشان يساعدني اوضح انه هذا السترينج مقبول ولا لا. هلا اذا كان الاوتوماتا فيها ستورج بتكون مور باورفول ذان الاوتوماتا اللي ما فيها ستورج. تمام. ونوع الستورج بيعتمد على نوع الاوتوماتا. يعني قلنا انه البوش داون اوتوماتا فيها ستورج من نوع ايش يا شباب؟ ستاك. ستاك. وحكينا انه التورينج ماشين اوتوماتا فيها ستورج من نوع ايش؟ تيب. تيب، ممتاز. طيب الفاينايت اوتوماتا هل فيها ستورج؟ لا لا لا، الفاينايت اوتوماتا لا تحتوي على ستورج. هاي القصه تعيد له هذا الاشي اللي حنشرحه بالسلايدز الجاي. قلنا انه الانبوت فايل، الانبوت فايل هاد ماله مقسم لمربعات. ايش الهدف منها؟ اوكي، الهدف منها انه يعمل هولد، تخزين للرموز بتاع السترينج.
اللي انا بدي افحصه. فالانبوت اللي انا حدخله على الانبوت فايل هو عباره عن سترينج معرف على الالفابت تبع هاي اللغه اللي بتمثلها الاوتوماتا. كل حرف او كل رمز من احرف السترينج بحطها داخل مربع وبقراهم بعدين شمال اليمين ليفت تو رايت، ببلش يعني من هون اقراهم حرف حرف، اقرا الحرف وانتقل بالكنترول يونت، بعدين اقرا الحرف الثاني وانتقل هكذا حتى كان بيديتكتد. طبعا الانبوت فايل معمول بطريقه معينه بس توصل نهايه السترينج تقدر انك ايش تعرف انك وصلت للنهايه. كيف الفايل اخذته، كيف تقرا من فايل انديكيتر اللي يسموه اند اوف فايل، بيحكي لك انك انت وصلت لنهايه الملف. نفس الشيء عندي هون، في عندي انديكيتر بيحدد لي ان انا وصلت لنهايه الانبوت سترينج. اللي هي الستورج. الستورج مكونة من unlimited number of cells، نفس الشيء فيها خلايا فيها cells، لكن أنا إحنا بنفترض إنها إيش الستورج مالها السايز تاعها غير محدد، بقدر أضيف قد ما بدي. each cell نفس الطريقة زيها زي الانبوت can hold a symbol from an alphabet which can be different from the input alphabet. لاحظوا الستورج نفسها إلها ألفابت خاص فيها، تمام؟ مو شرط تكون نفس الألفابت تاع اللانجوج. الألفابت تاع اللانجوج بتكون كلمات اللانجوج، لكن الألفابت تبع الستورج ممكن تحتوي من أحرف اللانجوج وممكن تحتوي على رموز خاصة بالستورج. فإيش تل كان hold symbol from an alphabet تبع مين؟ تبع الستورج which can be different from the input alphabet. الانبوت الفابت اللي هو بيمثلوا الالفابت تبع اللانجوج، اما الالفابت تبع الستورج ممكن يكونوا نفسهم ممكن يكونوا مختلفين. The content of the storage cell can be read and changed. بنفترض انه الاشي الكومبوننت الثالث اللي هو، لو سمحت تقطع اخر شيء لو تعيد. هلا بحكي انه انا الستورج بفترض انها ريد رايت ميموري، ريد رايت ميموري يعني بقدر اقرا منها وبقدر اكتب عليها بغض النظر كانت تيب او كانت ستاك. طيب الكنترول يونت في عدد محدد من الانترنال ستيتس، زي ما اخذنا بالاكزامبل تاع المحاضره الماضيه على الدي اف اي. اوكي شفنا كيف الكنترول يونت مكونه من مجموعه ستيتس، ستيت بمثلها بدائره زي هيك وبعطيها اسم، تمام؟ في البدايه بكون واقف على الستارت ستيت بتحرك من ستيت لستيت اعتمادا على الانبوت، وكل ستيت موصول بستيتس اخرى عن طريق شيء اسمه ترانزيشنز، والترانزيشن بكون عليه ليبل. الليبل هاد بيمثل الرمز من الالفابت اللي اذا قراته قطع الصوت ولا بس انت؟ كيف؟ الصوت كان الصوت بالمرة قطع دكتور، غريب. عد محاضرات اللي هلا اعطيتها كانت ممتازة، ليش الصوت صار يقطع؟ طب خلينا نشيل الكاميرا ممكن الصوت يتحسن. هلا احسن الصوت شباب؟ هو بكون كويس بس مرة واحدة بقطع يعني. هلا الصوت احسن؟ هسه كويس. طيب خلينا هيك.
طيب شباب، قلنا انه الكنترول يونت اوكي اعتمادا على شيء اسمه ترانزيشن فانكشن، ترانزيشن وكون الترانزيشن فانكشن هذا معرف مسبقا. هذا الترانزيشن فانكشن هو اللي بيحرك لي او بيحدد كيف ممكن انا اتحرك من ستيت لستيت. تمام، الترانزيشن فانكشن هاد دقيقه ذاكرين هون ذاكرين هون. طيب الترانزيشن فانكشن هاد له انبوت اي ترانزيشن فانكشن. الترانزيشن فانكشن هاد الانبوت تبعه اللي هو الكرنت ستيت الستيت الحاليه، والكرنت انبوت الانبوت الحالي من الانبوت فايل، والستورج انفو اعتمادا على الستورج انفو اذا كان في ستورج، ممكن ما يكون اصلا عنده ستورج. بنقلني لوين؟ لنكست ستيت. اذا بنقلني من ستيت لنكست ستيت، يعني بيحدد لي اي ايش هي النكست ستيت اعتمادا على الكرنت ستيت وعلى الانبوت سيمبل وعلى الستورج انفورميشن. طبعا هذا الاشي حنفهمه اكثر بس نبلش ناخذ الماشينز. بس احنا هلا بنتذكر انه اللي بيتحكم بالكنترول يونت شيء اسمه ترانزيشن فانكشن. الترانزيشن فانكشن له انبوت وبيحركني لنكست ستيت. تمام، وممكن يعمل بروديوس لاوتبوت بيزد على ايش؟ بيعمل بروديوس لاوتبوت او ما بيعملش بروديوس لاوتبوت؟ بيزد على نوع الاوتوماتا. هلا هنحكي عن انواع الاوتوماتا. في نوع بنسميه اكسبتر ما في اوتبوت لاكسبتر، وفي نوع بنسميه ترانسديوسر، الترانسديوسر في اوتبوت. تمام، احنا الفصل هذا ما حناخذ ترانسديوسر، كل شغلنا على الاكسبتر، الترانسديوسر بناخذه بالكومبايلر. طيب هلا في مصطلح اخر الكونفيجريشن. الكونفيجريشن اللي هي عباره عن الوضع الحالي او السيتنج تمام تبع الماشين في لحظه معينه. يعني بوقف الماشين، تخيل عملت لها بوز، وقفت الماشين، باجي بحكي ايش الكرنت ستيت الحالي، الانبوت وين موصل على اي سيمبل، وايش المحتوى تبع الاستورج في لحظه معينه، بسميه كونفيجريشن. فالماشين طول ما هي شغاله بتكون تنتقل من كونفيجريشن لكونفيجريشن اخر. الماشين بدها تنتقل من كونفيجريشن لكونفيجريشن اخر. ايش هو الكونفيجريشن؟ قيمه الستيت الحاليه، احنا واقفين على اي ستيت، وايش الانبوت الحالي من الانبوت فايل، وايش المحتوى تبع الاستورج. فالترانزيشن فانكشن دائما بيعمل لي موف من current configuration ل next configuration. طبعا الموف هاد بيعتمد على ايش؟ على الـ transition function، بيكون معرف مسبقا. يحكي لي اللي هي دكتور من state ل state، يعني الموف exactly بنتقل من state ل state، بس انا بنتقل من state ل state اعتمادا على ايش الـ state الحالي اللي واقف عليها، واعتمادا على ايش الـ input اللي اجاني، واعتمادا على محتوى الـ storage. تمام، بكون انا عامل جدول محدد، بحكي اذا كانت الستيت الحاليه 1 والانبوت اللي اجاني مثلا A، انتقل على ستيت 3. بس اذا كنت واقف على 1 وجاك B، انتقل على ستيت 2 مثلا، وهكذا. بكون في عندي جدول بحدد لي الموفز. هذا الجدول بتعبى بناء على ايش؟ على اللانجوج اللي انا بدي اعرفها. يعني المحاضره الماضيه على سبيل المثال عشان نفهم الفكره اكثر، اخذنا طب دكتور النمبر اوف موفز بنحدده عن طريق النمبر اوف الفابتس ولا لا، ولا ما لها يعني مش علاقه مباشره؟ في علاقه مباشره حسب نوع المشين، يعني الدي اف اي لها علاقه في الموضوع. تمام، يعني الدي اف اي على سبيل المثال ديترمينستيك فاينايت اوتوماتا اللي احنا اخذنا عليها مثال المحاضره الماضيه، تمام، تحكي لي انه كل ترانزيشن، كل ستيت لازم يطلع منها عدد ترانزيشن بعدد الالفابت.
يعني أعطيتك مثلا هاي اللانجوج ال هي عبارة عن let's say A B مثلا A star هاي اللانجوج معرفة بهاي الطريقة أو بنسميها AN وN أكبر تساوي 0. بعد هاي اللانجوج إيش بتحتوي على strings؟ لو أخذنا N0 تحتوي على AB، لو أخذنا N1 إيش هتحتوي؟ يلا شباب إيش السترينجز الموجودين في هاي اللانجوج؟ ABA N2 AB ABA AA exactly وهكذا AB 3A إلى ما لا نهاية. حلو؟ تخيل أنا بدي أبني لها DFA. لاحظ هذا بتمثل إنه كل السترينجز اللي بتبلش في AB followed by any number of A's صح؟ هلا الـ DFA عليها شرط. عشان أنا أبني DFA كل ستيت لازم يطلع منها ترانزيشن بعدد أحرف اللغة. هاي اللغة إيش الألفابت تبعها؟ A B. هاي اللغة الـ A والـ B، الـ A والـ B بس. حرف. أنا كل الكلمات مكونة من هذول الحرفين، فأحرف اللغة فقط هم الـ A والـ B. طيب هلا أنا لازم أطلع من Q0 A و B، بس أنا Q0 المفروض يطلع منه بس A. ليش؟ لأنه مش ممكن السترينج يبلش ب B، فقط ببلش بإيش؟ ب A صح؟ يعني تمام. السترينج ببلش ب A بعدين إيش الحرف الثاني دائما ثابت؟ ب B. بعدين الأحرف الباقية إيش هي؟ أي عدد من الـ A صح لوب. مين الفاينل ستيت عندي هون؟ آخر واحدة. آخر واحدة. هلا هاي مش دي اف اي، عشان تصير دي اف اي عليها شرط إنه لازم كل ستيت يطلع منه ترانزيشن بعدد الأحرف. أكم حرف عندي أنا هون؟ اثنين. لازم طبعا يطلع عدد أحرف الألفابيت مقصود يعني اثنين. هاي الستيت طالع منها واحد، الثاني بطلعه على إشي اسمه تراب ستيت كيو تراب. ماشي؟ إيش التراب ستيت؟ إذا وصلت لها مستحيل أعمل أكسبتنس لأنه ما عليهاش فاينل وبتوصلنيش لفاينل. الكيو 1 طالع منه بي لازم يطلع منه إيه، الكيو 2 طالع منه A لازم يطلع منه كمان إيش؟ B. B. هلا لو كان عندي string مش موجود في اللغة، مين يعطيني string مش موجود في اللغة؟ C. لا، مو اختار string بناء على الألفابت. بدنا نبلش ب B. أي إيش ببلش ب B مش موجود في اللغة صح؟ بالضبط. لو أخذت مثلاً B A A هذا does not belong لل، ما بنتمي لل. ليش؟ لأنه مش على النمط، النمط بحكي لي إنه string لازم يبدأ ب A B بعدين followed by أي عدد من ال A، بس ال B A A لا ينتمي ل L. طب ماشين هاي اللي سميناها إحنا M على سبيل المثال، أوكي لازم ما تقبل ال B A A، تعطيني rejection عليه. فأنا عشان أفحصه هاد بحطه بإنبوت فايل. اتفقنا انه انا عندي input file، ال input file بحط فيه عبارة عن مجموعة squares، بحط فيه احرف ال string اللي بدي ابحصه، بحط فيه يعني b a a. initially ال reader تبع ال input file بكون واقف على اول حرف. هلأ الترانزيشن فانكشن اللي عندي هون انا محدده بالترانزيشن جراف. هذا ايش الترانزيشن فانكشن بيحكي لي؟
بيحكي لي اذا انت واقف على كيو 0 واجاك A وين تحرك؟ على كيو 1. واذا كنت واقف على كيو 1 واجاك B تحرك على كيو 2. واذا كنت واقف على كيو 2 واجاك A تحرك على كيو 2. اذا كنت واقف على كيو 0 واجاك B روح على كيو تي اللي هي هاي تراب. تراب يعني مصيده مستحيل توصلني لفاينل. واذا واقف على كيو 1 واجاك A على التراب وعلى كيو اذا واقف على الكيو 2 واجاك B روح على التراب. هاد بسموه ترانزيشن فانكشن. ممكن امثله بترانزيشن جراف، ممكن امثله بترانزيشن تيبل. حنحكي عن التفاصيل هاي ليتر اون. يعني احنا دكتور حاطين التراب مشان نوقف البروس البروسيس اللي هون. لا حطينا التراب لانه هاي دي اف اي، الدي اف اي عليها شرط عشان هاي اسميها دي اف اي. لازم كل ستيت يطلع منها اسهم اللي هم ترانزيشنز بعدد احرف اللغه. عندي 10 احرف معناته كل ستيت بيطلع منها 10 اسهم. واضح؟ فانا هاي الاسهم الزياده اللي ما بتمثل شيء من اللانجويج بوديها على تراب ستيت. يعني خد على سبيل المثال بي اي اي، طبعا هون بده يكون عندي اي او بي. اللوب هاد مش اتفقنا انه كل ستيت بيطلع منها حرفين لانه انا عندي حرفين باللغه. هون كيو 2 ايش حيطلع منها؟ سهمين. فأنا بدل ما أطلعهم سهمين بطلعهم سهم واحد وبحط بينهم فاصلة كأنهم سهمين. يعني كأنه الـ Q2 طالع منها A برجعني على QT، والـ QT طالع منها B وبرجعني كمان على الـ QT. هاي معنى الفاصلة. واضح؟ تمام. يعني دكتور بس سؤال. آه. إحنا حطينا string معين مثلاً. وأنا بدي أفحص. حطينا string معين خلينا نفحص. خلينا نفحص يلا. هلا أنا واقف على B. وانا انيشالي دائما بكون واقف على الستارت ستيت. الستيت اللي فيها سهم داخل زي هيك هاي بسميها ايش؟ ستارت ستيت او بسموها انيشال ستيت. دائما بفترض اني في البدايه واقف هون وبالانبوت فايل بكون واقف هون. هلا انا واقف على كيو 0 واجاني بي، وين لازم اتحرك؟ على كيو تراب. على كيو تراب ليش؟ لانه هاي السهم اللي طالع منه بي مشاني هون. حلو. هلا انا قرات البي معناته الريدر صار ياشر هون على الحرف الثاني. وين الكرنت ستيت حاليا انا واقف عليها؟ كيو تراب. كيو تراب اجاك اي على كيو تراب. بحكي لي اذا اجاني اي ولا بي خليك على نفس الكيو تراب. فحقرا الاي حضلني على كيو تراب، بعدين حقرا الاي اللي بعد واظني على كيو تراب. خلص الانبوت، هلا لازم الماشين تعطي ريزلت. اول ما الماشين بدها تعطي ريزلت، الريزلت تاعيتها اما اكسبت او يس yes يعني، واما ريجكت او يعني نو no. يعني string هاد لا ينتمي. كيف بدها تعطي جواب؟ اعتمادا على الستيت. هل هاي الستيت accepting state ولا مش accepting state؟ مش accepting. ليش؟ لأنه اتفقنا إنه الـ accepting state عليها دائرتين. إحنا حددنا إنه الـ Q2 هي الـ accepting state وحطينا عليها دائرتين، باقي الـ state كلهم هدول non-accepting. تمام دكتور. يعني إحنا هسا بدنا نعمل بالأساس path على أساس الـ language اللي عندنا. Exactly. بدي انا أي اعمل string. تفضل. تمام. اي string انت بتعطيني اياه انا بدي امثله بهذا الباث، بالاضافه انا لازم اعملها closed loop، لازم يكون في عندي كيو تراب وستارت ستيت وفاينل ستيت. Exactly. بس مو دائما حيكون عندك تراب، يعني محاضره ماضيه. Exactly. اذا احتجت. تمام. اذا احتجت بحط تراب، ما احتجت مو بحط تراب. يعني المحاضره الماضيه اخذنا language بالدي اف اي ما كان فيها تراب اللي هي طول تاع W even. yes صح، لأنه مش بحاجة لأنه كل state طالع منه two transition اللي هي الA والB. yes okay. هون هذا reject. بس لو أنا عندي على سبيل المثال string آخر مثلا خليني أخذ A B A A A، هذا مفروض إنه belong لل language based على definition تاع language، موجود على نفس النمط ببلش ب A B بعدين followed by أي عدد من ال A. هيو ببلش ب A B
followed by اي عدد من الاي، لازم هاي الماشين تقبله. طب خلينا نشوف initially وين بكون واقف انا على الـ Start. Q0 وبقرأ A، وين حتوديني؟ Q1. Q1 ايش الحرف الثاني اللي بدي اقرأه انا واقف على Q1؟ الـ B. Q1 و B وين حيروش عندي الا 2 back، حيروح على Q2 صح؟ ضل يعمل انا واقف على Q2 بدي اقرأ الحرف اللي بعدي، ايش قرأت A؟ هل في عندي ترانزيشن من Q2 طالع اسمه A؟ يس. وين بيرجعني؟ على Q2. كمان A برجعني على Q2، كمان A قرأت برجعني على Q2. خلص السترينج؟ خلص. هل الستيت اللي انا واقف عليها accepting ولا rejecting state؟ accepting. فبالتالي هذا بحكي الماشين تروح بتعطي result، بتعطي output، بتعطي accept. فهاد مباشرة بستنتج انه ينتمي لللانجوج تبع هاي المشين. المشين هاي ام قد بنتمي لللانجوج تبع هاي المشين. واضح؟ واضح. هدول بنسميهم بحركوني من ستيت لستيت بيز على الانبوت. لاحظوا انا ما عندي هون ميموري، ما عندي بهاي المشين ميموري، فما اعتمدت الفانكشن او الترانزيشن فانكشن اللي بيحركني بيعمل لي موف، ما بيعتمد على محتوى الستورج لانه ما عندي ستورج، عندي فقط انبوت وعندي اللي هو ايش كنترول يونت تحركني، ما عندي ستورج. هلا لاحظوا في لحظه من اللحظات على سبيل المثال بعد ما قرات الاي بي، بعد ما قرأت الـ AB أنا حكون واقف هون. لو سألتك إيش الـ Configuration، الـ Configuration قلنا اللي هو الـ Current State اللي هو Q2 تمام، وإيش كمان قلنا الـ Configuration مكون والـ Input Symbol. الـ Input Symbol الحالي وين أنا واقف عليه اللي هو A، والـ Storage ما عندي Storage، هذا بنسميه الكونفيجريشن حاليا. انت واقف على Q2 وبدك تقرا A، فالكونفيجريشن اللي هو تخيل انت اخذت سكرين شوت من الماشين هي شغاله بلحظه معينه وين واقفه وايش الانبوت تبعها تمام. هلا الاوتومات بيحكي لي بتيجي على انواع، في نوع بنسميه اكسبتر ونوع بنسميه ترانسديوسر. الفرق بينهم انه الاكسبتر بعطيني اما اكسبت او ريجكت، اما يس واما نو. الترانسديوسر بعطيني اكسبت وريجكت وبعطيني اوتبوت، يعني بيحول السترنج اللي بدخله عليه لسترنج اخر بعطيني اوتبوت. هاي الترانسديوسر. الترانسديوسر مش مطلوب منا، بس مطلوب منا نعرف ايش هو. الترانسديوسر هو عباره عن اكسبتر لكن ايش ماله؟ بعطي اوتبوت، الاوتبوت تبعه برضه string of symbols. اوكي طيب، برضه بقدر اصنف الاوتوماتا انها deterministic محدده ونون deterministic. ايش يعني محدده؟ يعني الموف محدد، فقط في عندي single move، انا واقف على state معينه واجاني input معين فقط بكون في عندي ايش سنجل موف. هاي الماشين اللي انا شفتها هون هاي ديترمينستيك، عشان هيك سميتها دي اف اي ديترمينستيك فاينايت اوتوماتا. هلا كل الماشينز بيجي منهم نوعين، اشي ديترمينستيك واشي نون ديترمينستيك، واضح؟ احنا اول ماشين هنحكي عنها اللي هي الفاينايت اوتوماتا، هنشوف انه في منها نوع ديترمينستيك ونوع اخر نون ديترمينستيك. كيف يعني نون ديترمينستيك؟ خلينا ناخذ اكزامبل على ان اف اي. يعني لو انا اخذت لك هاي الماشين على سبيل المثال كيو 0 عندي اي مثلا بتروح على كيو 1 وعندي اي بدها تروح على Q2،
اوكي وهون بدي اعمل انا بي وهون بدي اعمل ايه لاحظوا خليني مثلا اعمل هاي فاينل ستيت وكمان هاي فاينل ستيت لاحظوا هاي المشين ايش اللانجوج اللي بتمثلها مين يحكي لي اللي هي دكتور اي بي اما اي بي بي قوة ان قوة ان او اي اي قوة ان اوكي الان اكبر او تساوي زيرو اتحاد اي اي قوة ان ان اكبر او تساوي زيرو صح يعني السترينج اما ببلش ب اي فولد باي اني نمبر اوف بيز او ببلش في اي فولد باي اني نمبر اوف ايز صح صحيح طيب هلا لو انا قرات هذا السترينج لو عندي هذا السترينج بدي اشيك عليه اي على سبيل المثال بي 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 هلا انيشالي انا واقف على كيو 0 صح واجاني اي انبوت وين اتحرك اتحرك على كيو 1 ولا اتحرك على كيو 2 اللي بتبع ايه هو اللي بحكمني هون عندي خيار اتحرك على كيو 1 صح وعندي خيار اتحرك على كيو 2 صح نون ديترمينستيك غير محدد صح الموف غير محدد طب كيف بدي اعمل اكسبت لهذا السترينج بيجي او قلت انه اول مره اختار هذا الباث اخذ اي اوكي قرأ الاي وجا بي وهو واقف هون هل في عندي موف على بي لا لا ما بعطي ريجكت ليش لانه لازم يجرب كل الباثز لانه نوع هاي المشين ان اف اي نون ديترمينستيك عشان يعطي ريجكت يعني لازم يعمل تشيك يريد يرجع مره ثانيه ويعمل تشيك هل في باث ثاني بيوصلني لفاينل ولا لا بس اذا الاول أو اوكي هو لازم يعني يمشي عليهم سطر يعني حرف حرف مش شرط بالترتيب مشى بهذا الباث ما زبط معاه برجع بعمل باك تراك برجع مره ثانيه بعيد من اول برد يقرا الاي مره ثانيه ويجرب هذا الباث تمام قرا الاي مره ثانيه وجرب هذا الباث قرا البي مشت معاه لوب بي ثانيه برضه مشت معاه رجعته على كيو 1 بي ثالثه رجعته على كيو 1 خلص السترينج وانا واقف على فاينل بعمل اكسبت مع انه في عندي ريجكشن باث بس اتليست لو كان في عندي اكسبتنس اكسبتنج باث واحد بعمل ايش اكسبت بس هذا نوع المشين فيها تايم ديلي صح؟ عفوا فيها تايم ديلي انه فيها اكيد تأخير. اكيد حيكون تايم ديلي الديترمينستك كثير اسرع الديترمينستك دائما بتمشيك باث واحد تمام ما عندك خيارات عشان هيك اسمها محدد النان ديترمينستك لا تمام النان ديترمينستك ممكن تمشي باث يطلع معك غلط وترجع مره ثانيه وتجرب عشان تعطي ريجكشن يعني على سبيل المثال لو انا عندي A B B A هذا belong لهاي اللانجوج ولا لا لو سميناها مثلا M2 هل هذا belong ل L of M2 لا مفروض لا لا ينتمي طب شوف المشين هاي لازم ترفضه طب شوف مع بعض قرأت ال A أول مرة أخذت هذا الباث قرأت ال A وصلني على Q1 في B yes رجعني على Q1 في كمان B yes رجعني على Q1 هلا ايش بدي اقرا الاي وانا واقف على كيو 1 هل في ترانزيشن يمشيني لا ستوك لازم اعمل باك تراك وارجع من اول وجديد اجرب اذا في باث ثاني بيضبط معي فبرجع من اول وجديد رجعت على كيو 0 وقرات اي من اول وصلتني وين على كيو 2 قرات بي هل كيو 2 طالع منها ترانزيشن اسمه بي لا برضه ستوك هل لو رجعت في باث ثالث ما في بعمل ريجكشن فعشان اعمل ريجكشن لازم اجرب كل الباثز لما تكون عندي المشين ان اف اي نون ديتيرمينستيك فاينايت اوتوماتا فبالتالي اي مشين ممكن اصنفها انها ديتيرمينستيك ويكون عندي سنجل موف على اي ستيت او نون ديتيرمينستيك بكون عندي مالتيبل اوبشنز خيارات متعدده واضح
يعني مش فاهم يا شباب. طبعا ال NFA بشكل عام عن الاوتوماتا، ما حكينا عن الفاينايت، هلا هاي فاينايت اوتوماتا، نحكي عن الاوتوماتا بشكل عام. ممكن تكون ديترمينستيك او نون ديترمينستيك، ممكن تكون فقط اكسبتر تعطيني يس ونو، ممكن تكون اكسبتر في نفس الوقت تعطيني اوتبوت، بسموها ترانسديوسر بالحاله هاي. طيب هلا في عندي ثلاث انواع من الاوتوماتا، بقدر اصنفهم اعتمادا على مين؟ على التمبوراري ميموري، على نوع الميموري. اول نوع اللي هو فاينايت اوتوماتا نو ميموري، بوش داون اوتوماتا ستاك، تورينج ماشين تيب، سيكوينشال ميموري. طبعا هاي سيكوينشال يعني عشان توصل لموقع بالميموري لازم تمشي على كل المواقع اللي قبله، هاي بسموها سيكوينشال ميموري. شباب واضح؟ واضح دكتور. تمام. طبعا هلا هاي الميموري بتاثر على الكمبيوتيشنال باور تبع الماشين، كل ما كانت الميموري افضل كل ما كانت الماشين مور باورفول. ايش يعني مور باورفول؟ ايش مقصود في المور باورفول؟ ليه مثلا الفلكسبيليتي في مثلا ممكن يعني flexibility في الميموري، يعني مثلا ممكن له expansion او ما not expansion، يعني على حسب كمية السايز اللي ممكن احطها فيها من انواع السايز. كلهم السايز تبعهم غير محدد، unlimited. اوكي تمام. لكن الكمبيوتيشن باور مقصود فيه اللي هو قديش عدد اللغات او نوع اللغات اللي بتقدر توصفها. يعني على سبيل المثال التورينج ماشين بتقدر توصف اي لغه، اي لغه بقدر اعملها الجوريثم، اي لغه بقدر ابرمجها على الكمبيوتر بقدر اعملها بالتورينج ماشين، فهي موست باورفول. البوش داون اوتوماتا فقط في لغات محدده بتقدر توصفها، في لغات ما بتقدر توصفها. يعني البوش داون اوتوماتا فقط بتقدر توصف اللغات اللي من نوع كونتكست free languages. فقط اذا اللغه نوعها context free language البوش داون اوتوماتا بتقدر انها تعملها ماشين، بتقدر توصفها. تمام. الفاينايت اوتوماتا نوع واحد من اللانجوج بتقدر توصفه اللي هو الريجولر لانجوجز. طبعا هلا شباب اي ريجولر لانجوج هي كونتكست فري، فبالتالي الكونتكست فري بتقدر توصف الريجولر والكونتكست فري لانجوجز. ليش؟ لانه الكونتكست فري لانجوجز بتشمل كمان الريجولر لانجوجز. طيب هلا اللغات اللي نون كونتكست فري البوش داون اوتوماتا ما بتقدر توصفها، فبالتالي مين بيقدر يوصفها؟ التورينج ماشين. اللغات اللي بتوصفها التورينج ماشين اسمها تورينج اكسبتابل لانجويجز، اللي هي بتشمل الكونتكست فري وبتشمل الريجولر كمان، فالتورينج ماشين تقدر توصف كل شيء. واضح؟ فبالتالي التورينج ماشين هي موست باورفول، اللي اقل باورفول البوش داون، اللي اقل باورفول الفاينايت. فكلمه باورفول بتعتمد على اطياف اللغات، على انواع اللغات اللي بتقدر هاي المشين توصفها. كل ما كان عندي انواع اكثر من اللغات بتكون المشين مالها مور باورفول. تمام. هلا بقول لي الفاينايت اوتوماتا ما فيها تمبوراري ميموري، في جزء رايح منها، فيها فقط انبوت واوتبوت وفيها كنترول يونت. والاكزامبل من الحياه الواقعيه، انا مش بحاجه لميموري زي الاليفيتر. لاحظ الاليفيتر تمام، عشان يتحدد انه بده يروح فوق ولا تحت ولا ويريفر بيعتمد على الطابق اللي واقف فيه وبيعتمد على النكست، صح؟ على الانبوت انت ايش حددت له وين بدك تروح. يعني على سبيل المثال لو هو واقف على الطابق الخامس وانت حطيت 3، الموف تاعه داون ولا اب بيعتمد على ايش؟
على الكرنت فلور الطابق الحالي وعلى الانبوت اللي انت كبست عليه صح، فمش بحاجه لميموري انه يخزن فيه. وهو بشيك انا ايش باي كرنت فلور، ايش الكرنت ستيت اللي هو الفلور مثلا، وايش الانبوت اللي انت دخلته. فهاد اكزامبل ممكن انا ابرمجه بفاينايت اوتوماتا. الفيندينج ماشين اللي هي الات البيع هاي نفس الطريقه. الهيد بتحرك يمين او يسار اللي بتروح يجيب لك الاشي اللي انت بدك تاخده اعتمادا على ايش واقف وعلى ايش انت اخترت. ليكسيكال انالايزر اللي هو جزء من اجزاء الكومبايلر تمام، برضه بيستخدم فاينايت اوتوماتا. لما ناخذ الكومبايلر ان شاء الله هنشرحه بالتفصيل. بقول لي الفاينايت اوتوماتا الكمبيوتيشن باور تبعها سمول، فقط بتقدر توصف الريجولار لانجويجز. طيب نوع اخر من الاوتوماتا اللي هي بوش داون اوتوماتا، الميموري تبعها اسمها ستاك تمام. بالتالي فقط العمليات اللي بقدر اسويها على الميموري هي البوش والبوب. عشان اضيف على الميموري بعمل بوش، وعشان احذف من الميموري بعمل ايش؟ بعمل بوب تمام. الباور الكمبيوتيشن باور تبعها ميديوم وسط. احد استخداماتها كبارزر من الكومبايلر. الكومبايلر في مراحل كتير، احد المراحل تعيته ايش اسمه بارزر. عشان ابني بارزر انا بحاجة ايش؟ لا اللي هو بوش داون اوتوماتا، او هنحكي عنها later on اللي هي context free grammar تمام. هلأ النوع الثالث من المشين اللي هي التورينج مشين. الميموري تعيتها تيب، هي sequential memory تمام. هلأ ايش بتقدر تبني لي؟ اي algorithm، اي algorithm بقدر ابرمجها على الكمبيوتر بقدر اعملها تورينج مشين. عشان هيك التورينج ماشين فعليا هي عبارة عن كمبيوتر، نفس الباور تبع الكمبيوتر. الكمبيوتر اي اشي بيقدر يبني، التورينج ماشين بتقدر تعمله موديل. فهي عندها الهايست كمبيوتيشن باور. ايوهم بصلنك لياهم. بقول التورينج ماشين اوكي بتبني لي الهاردست بروبلم، البوش داون اوتوماتا المور كومبلكس بروبلم، والفاينات اوتوماتا السيمبل بروبلم. اذا سيمبل مور كومبلكس والهاردست اوكي. ليش؟ لانه هاي موست باورفول فبتبديني اصعب المشاكل هون اوكي، اللي هي الكومبلكس اللي هي اصعب من السيمبل، وهي فقط السيمبل بروبلمز. فهون هذول ليس باور، كل ما مشينا لليمين صار عندي ايش؟ مور باور. طيب هلا حكينا عن التايم كومبلكسيتي، قلنا احنا مش اهتمامنا بهاي الماده التايم كومبلكسيتي، بس نتذكر مصطلح البي بروبلم والان بي بروبلم. لما يحكي لك والله هاي البروبلم بي بروبلم مقصود فيها بي يعني بولينوميال تايم بروبلم، يعني هاي البروبلم بقدر ابنيها ببولينوميال تايم. هلا اي بروبلم بقدر ابنيها ببولينوميال time can be solved in a polynomial time بقدر اعملها algorithm، بقدر ابنيها على الكمبيوتر. هلا ال NP complete problem اللي هي non-deterministic polynomial time problem اللي هي عادة بحاجة ل exponential time، بدها وقت كتير كبير. فهاي نوع من انواع المشاكل it's not feasible اني اعملها algorithm. ليش؟ تخيل انك انت بدك تعمل برنامج ياخذ اسبوع هو يشتغل عشان يطلع ريزلت اعتمادا على انبوت صغير مثلا. هل هاي فيزبل؟ لا. فهي نوع من انواع المشاكل بسموها NP complete problems اللي هي بحاجه لاكسبوننشال تايم عشان تنحل تمام يا شباب. هلا احنا تركيزنا كلها على البي بروبلمز اللي هي المشاكل اللي انا بقدر اعملها خوارزميه واحلها بتايم معقول. التايم معقول هذا بنقاس بشيء اسمه بولينوميال تايم. هلا في عنا شيء اسمه كومبلكسيتي للالجوريثم،
الكومبلكسيتي للالجوريثم في عنا ايش اسمه تايم كومبلكسيتي، هذا الاشي بالتفصيل بتاخذوه بماده الالجوريثم، احنا ما هندخل فيه هلا بالتفصيل، بس نعرف فقط انه كل الالجوريثمز اللي احنا بنشتغل عليها او بنحلها او بنقدر نحلها بهاي التولز اللي اخذناها هي بي بروبلمز. الام بي بروبلم لا الكمبيوتر بيقدر يحلها بتايم معقول، ولا احنا بنقدر نبني لها ايش تول او نمثلها باحد الماشينز اللي احنا نتعلمها. بعد عنده اي سؤال يا شباب؟ هيك التشابتر بكون خلص. التشابتر الجاي ان شاء الله حنبلش بالدي اف اي، احنا اوريدي بلشنا فيها، صار عندكم انتم معلومات توقع كويس عن الدي اف اي، فما حنتغلب ان شاء الله.